بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أهلا بكم في فتاوى رمضان حول العالم. سائلة كريمة تسأل كان عليها حيضها ثم طهرت منه ليلا ولكنها لانشغالها بإعداد السحور لأهلها وزوجها ما تمكنت من الاغتسال ثم نامت واستيقظت عند الظهيرة أو قرب العصر، هل صوم هذا اليوم صحيح أم عليها قضاء هذا اليوم؟ أيتها الأخت السائلة، الإنسان إذا ما تمكن من أداء العبادة لابد أن يؤديها على وجه يقبله الله تبارك وتعالى منه، على وجه الكمال. وأنت قد تمكنت من قضاء أو صيام هذا اليوم على وجه صحيح، ولكنك أصابك الكسل فانشغلت بتجهيز الطعام والشراب والسحور ولكنك نسيت الاغتسال. فإن كنت نويت الصوم قبل أذان الفجر فهذا اليوم صحيح صومه ولا شيء عليك، وإذا ما قمت من النوم عليك أن تغتسلي وتتطهري من هذا الحيض ثم تكملي صيام اليوم ولا شيء عليك. ولكن إذا لم تبيت النية من الليل فيلزمك قضاء هذا اليوم. فبنقول للأخت السائلة انتبهي إلى هذا الأمر، إن كنت تأكدت من ارتفاع هذا الدم ليلا وتيقنت أنك أصبحت طاهرة ولكنك كسلت أو تكاسلت عن الاغتسال إلى الظهيرة أو قرب العصر كما تقولين، فهذا الصوم صحيح إن كنت بيّت النية لصيام هذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.